يحدث ظهور للسيدة فيروز وهي تزين منزلها بالورد. الموت يحزن إليسا، وشكل كايلي جينر دون تعديل يتصدر. نشرت ريما عاصي الرحباني ابنة الفنانة اللبنانية فيروز صورة جديدة لوالدتها تصدرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وتظهر السيدة فيروز في الصورة أثناء انحنائها لالتقاط باقة من الورود موجودة على الطاولة. وأرفقت ريما الصورة بتعليق وثقت فيه زمان التقاطها وكتبت: شي زهرة حمراء وبس. الأحد 22 أيار 2022 الساعة 7:31 دقيقة بأيفون ريما عاصي الرحباني. وبدت السيدة فيروز في الصورة بصحة جيدة، ما طمأن المتابعين على صحتها. بأيام البرد أيام الشتاء والراس في الحر. من جهة أخرى، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صور لمشهورة التلفزيون الواقع كايلي جينر خلال سفرها إلى إيطاليا لحضور حفل زفاف شقيقتها. وتفاجأ جمهور كايلي بشكل جسمها الذي اختلف عن الشكل الذي اعتادوا عليه في صورها المعدلة، إذ بدت وكأنها اكتسبت الكثير من الوزن، أو أنها لم تخسر أي من الوزن الذي اكتسبته بعد وضعها طفلها الثاني. في سياق منفصل، نعت الفنانة اللبنانية إليسا الصحفي اللبناني راجح الخوري عبر حسابها الشخصي على تويتر، حيث عبرت عن حزنها لفقدانه. وكتبت إليسا في تغريدة: راجح الخوري علم من أعلام الصحافة والحرية وتاريخ النهار المشرق اللي كتب تاريخ لبنان، الله يرحمه، خسرنا برحيله قامة فكرية كبيرة من مدرسة كبيرة. السلام لروحه والصبر والسلوان لأهله ومحبينه. ارسمني في ليلك نجمة ضيعي الماء في العين. من جهة أخرى، انتقد الإعلامي المصري سيد علي الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب بعد الأزمة الأخيرة التي تعرضت لها مع طليقها الفنان حسام حبيب، وخلال تقديمه حلقة من برنامج حضرة المواطن عبر قناة الحدث اليوم، قال سيد علي: واحدة صوتها من أجمل الأصوات الحالية، في قدر من الحب والحنان والإحساس والجمال، اسمها شيرين عبد النور، ما بقتش أسمع عنها غير إنها تجوزت واتطلقت واتخانقت أو عملت محضر أو اتعمل لها محضر أو حلقت شعرها. بقيتش أسمع أنا حاجة عن شيرين عبواب غير إنها راحت اتجوزت اتطلقت اتخانقت عملت محضر اتعمل لها محضر. وأضاف: الناس دي محتاجين يقعدوا مع طبيب نفسي، واضح إنه الشهرة جننتهم ما بقاش عندهم سلوك سوي. إحنا علاقتنا بيكي يا شيرين إنه إحنا بنحبك وصوتك حلو، اتفرغي لفنك والبيوت أسرار.